أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الدف للرجال حيث أني سمعت بأنه جائز بدليل فعل الأنصار له عند قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بأنهم كانوا يضربون الدف؟ الدف إنما هو للنساء في مناسبة الزواج، هذا الذي ورد أنه تضرب عليه النساء بمناسبة النكاح لأجل إعلان النكاح، قال صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. وأما في غير مناسبة النكاح التي رخص فيها الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون من اللهو، يكون من آلات اللهو ولا يجوز لا للرجال ولا للنساء إلا في مناسبة الزواج للنساء خاصة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل، ولا أدري هل الكلام الذي ذكره السائل أن الصحابة ضربوا بالدفوه لما قدم الرسول المدينة، هذا لا أعلم له أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة مهاجرا لقيه الأنصار والمسلمون، استبشروا به واحتفوا به عليه الصلاة والسلام، كل واحد من الأنصار يأخذ بفطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب أن ينزل عنده ويقول: دعوها فإنها مأمورة. فمضى عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى مكان مسجده وحجراته، فبركت الناقة في هذا المكان عند باب أبي أيوب الأنصاري، فأبو أيوب أدخل رحل النبي صلى الله عليه وسلم واستضافه عنده، ولم أقف على أنهم ضربوا الدفوف بمقدمه، إنما هذا يذكر في أبيات طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا الله داع. هذا ليس في قدومه للهجرة، لأن ثنيات الوداع ليست على طريق الرسول القادم من مكة، وإنما هي على طريق القادم من الشام، لأن ثنية الوداع معروفة إلى الآن على طريق تبوك طريق الشام. فربما أنهم فعلوا هذا إن ثبت كما ذكر صاحب الروض الأنف وابن القيم أنهم فعلوا هذا عند قدومه من غزوة تبوك. نعم. لكن ما ذكر أنهم يضربون الدفوف. نعم.